اهلا وسهلا بحضراتكم. ساعات لما بنلاقي حد لابس ملابس ما فيهاش تناسق في الالوان ممكن جدا يلفت نظرنا الموضوع دوت، لكن الراجل دوت ممكن يكون بيعاني من عدم القدرة على تمييز الالوان، ودوت موضوع موجود بكثرة في المجتمع. يعني اذا احنا هنتكلم على ارقام، ولغة الارقام دايما بتدينا حاجات دقيقة شوية، واحد من كل 12 رجل عنده هذا العيب الخلقي، مولود كده ما بيقدرش يميز الالوان من بعضها او بعض الالوان من بعضها، في زي ما بيقولوا عليه عمل الوان، وده بيبقى فيه منه نوع جزئي ونوع كلي حسب النواحي الوراثيه بتاعته. هذا الموضوع نادر الحدوث ان هو يصيب سيدات، فدايما السيدات والانسات عندهم قدره متميزه على تمييز عدد الوان اكتر كمان من اللي العين الطبيعيه للرجل تقدر تميزها، ونتيجة الثروة اللغوية اللي عندهم بيقدروا يسموا الألوان أكتر. يعني الراجل اللي عنده كل درجات الأحمر كتير، لا ده إذا سيدة هتتكلم في الموضوع ده هتقول لك عدد حوالي 30 لون، أنت بالنسبة لك هم لون واحد، لا هي تقدر تسمي عدد لا محدود من الألوان. والعين البشرية اللي سبحان الله ربنا حبانا بهذه النعمة عندها القدرة إن هي تميز مليون لون، وهذه الألوان كلها بتبقى متركبة من 3 ألوان أساسية في الطبيعة، وهي الأزرق والأحمر والأخضر. التركيب لهذه الألوان مع بعض هو ده اللي بيدينا العدد اللانهائي من درجات الألوان اللي بنقدر نميزها. فطبعا الاسترشاد بالذوق النسائي وذوق الجنس اللطيف مهم جدا في التنسيق وفي الملابس وفي الظهور، لان هم من النادر ان يحصل عندهم الموضوع دوت وهو عدم ادراك الالوان. عدم ادراك الالوان اللي بيعاني منه ما بيحسش بحاجة خالص الا لما بيبدأ يجي يختبر على اختبار زي دوت. الكتاب دوت مثلا بيبقى فيه بعض اللوحات معينة، بيبقى فيه أرقام مكتوبة بألوان معينة ما بتبانش للي عنده عدم قدرة على تمييز الألوان. تمييز الألوان دي سواء جزئيا أو كليا في الغالب بيبقوا بيتمتعوا بنظر 6 على 6 حاد، وبيبقاش عندهم أي مشكلة في النظر، ولا الموضوع ده ليه أي تطورات، ولا ممكن يعمل أي مشاكل ولا حاجة، غير إن هم بس مجرد إن هم بيتم اكتشافهم ساعة ما يخش اختبار لحاجة معينة، محتاج ساعتها يوروا له الاختبار بتاع عمل الوان، وساعتها بس هيقولوا له اه ده انت ساقط حضرتك عشان انت عندك عمل الوان. فهو طبعا بيبقى متفاجئ، هو مش متخيل، هو الراجل مش متخيل حتى الناس التانية دي بتشوف ايه الموضوع. احنا بنقول عشان لو حد دخل وكان تم اكتشافه بالطريقة دي، وده في الغالب بيبقى رجل مش سيدة، ف يعني ما يقلقش وما يتضايقش ويعيش حياته بطريقة طبيعية تاني، لأن هيبقى ربنا معوضه في حاجات تانية كتير. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا.